اليوم يرجع الزوج ديالي من السفر، حبيت ندير له مفاجأة ونحضر له فطور صباح على الطريقة التركية اللي سميوه هما كافالتي، متكون أساسا من لومليت وليجوم يعني بيض بالخضار، أنواع من المملحات وحلويات. يعني حابة نزين الميدة كما يزينوها التركيين في فطور الصباح إن شاء الله. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في زيان الميدا. اليوم راح نديروا ان بوتي ديجاني تورك، يعني فطور الصباح على الطريقه التركيه. راح يكون فيه نومليت او ليغوم، راح نزيدو ثاني نديروا القهوه الملقمه ديالهم، تشوفوا معايا الطريقه. راح نديروا ثاني ان غاتو شوكولا اي بيان سور لو بان سيميت، الخبز ديالهم اللي نشوفوه كامل في لي فيتون، نحبوا كامل نتعلموا لا غوسيت. اي وي ياكلوا هادو كاع في الصباح ومازال، ومن بعد تشوفوا الميدا ديالي كيفاش حنزينها. الخبز سبق طيبته، الريحه تاعو راهي تشهي في الفرن، نروح نجبدو قبل ما يتحرق لي. ريحة تاعو راهي تشهي، تشوفوا معايا كيفاش درتو. بسم الله، حطيت كاس ماء دافي داخل لوباتور ديالي، زدت مغرفة تاع ماكلة تاع خميرة الخبز، ونبدا نخلط بلاكسيسوار فوي. ومن بعد زدت زوج مغارف تاع سكر مسحوق، ثلاث مغارف تاع حليب بودرة، يعني الحليب بودرة باش العجينة تاعنا تجينا ملساء. زدت 4 كاس تاع زيت وعلبة تاع ياغورت ناتشور. نخلو هاد الخليط يتخلط بيان، وفي نفس الوقت ديت 4 كيسان تاع فارينة، زدت مغرفة تاع خميرة كيميائية وقرصة تاع ملح. نحيو لو فوي ونديرو لو كروشي، ونزيدو بالعقل كامل الكمية تاع الخليط فارينة زائد ملح وخميرة كيميائية. نخليو العجينة تتعجن مليح، ومن بعد نحطوها في إناء باش تخمر لنا. ما ننساوش نغلفوها مليح بالبابي فيلم، ونخليوها لمدة 30 إلى 45 دقيقة على حسب درجة حرارة الغرفة. بعد ما خمرت العجينة نكسر لها الخميرة ديالها ونقرصها لعجينات صغار باش نفاصوني لو بان تورك ديالي، لو بان سيميت. نقرصوها يعني يكونوا كميات كامل متساويين. ومن بعد كل عجينة نزيد لها مغرفة تاع ماكلة ولا مغرفة صغيرة تاع زبدة، ونخلي هاد العجينة ترتاح لمدة 5 دقائق. فيما بعد نبدأ جو فاسون، يعني نشكل الخبز ديالي بهذه الطريقة. الزبدة يعني راح تساعدكم انكم تحصلوا على خبز يكون فويتي لداخل. تقدروا ديروا خبزات يكونوا كبار ولا تقدروا ديروهم صغار. كي نكمل كامل نشكل الخبزات، دوك ندير خليط، نحكم صفار بيض، شويه تاع ماء، ونزيد له دبس الرمان. هذاك دبس الرمان راح يساعدنا ان يكون عندنا خبز عنده لون يكون ذهبي. جو بادي جون الخبيزات ديالي، ومن بعد نزيد نرش الجلجلان فوق الخبيزات ونخليهم يخمروا مره ثانيه 15 الى 20 دقيقه على حسب درجه حراره الغرفه، ونطيبهم في فرن يكون
سخون درجة مئوية 180 يطيبوا لمدة 20 دقيقة، يعني نحيوهم كي تشوفوا اللون تاعهم ولا ذهبي. كما راكو تشوفوا دبس الرمان هو اللي عطى لها هاد لا كولور دوري، تقدروا تاني كديروا جلجلان الصفر باش تجيكم شابه خير. وهذيك الزبده لازم تشوفوا الداخل كيفاش جات فايتي بزاف بنينه. فوالا هي عطات لها لي في فايتي كيما لو كرواسون. فوالا ما قدرتش نصبر بزاف بنينه، دونك نكمل رابيدمون هادو نستفهم ونكمل لا سويت على لي ريسيت. دوك نجوزو لو غاتو او شوكولا. الوغ كي دي غاتو شوكولا بيان سور لازم دو شوكولا اي دو تري بون شوكولا. الوغ جو في يوتيليزي دو شوكولا دادا 65% دو كاكاو. راح نستعمل 100 غرام، دونك هاد لومبالاج فيه 250. حاجة المليحة اللي تعجبني في هاد لي تابليت سي كو جي با بوزوان نوزن، بويسك فيها 5 مورسو، دونك فوالا كل مورسو فيه 50 غرام. اي جو في لو هاشي، لازم يعني لازم نقطعو بيان باش كي يتخلط مع الزبدة يتخلط لي بلو فاسيلمون. الوغ الشوكولا ديالكم يفو بيان بيان لو هاشي باش يجيكم ساهل. نديرو هنايا في لو بان ماري، درت الماء يسخن حطيت فوقو ان كاسرول. هنا عندي لا مارغارين، دونك هنا عندي 90 غرام، تقدروا ديروا 3 مغارف كبار يكونوا تاع لا مارغارين ولا لو بور. دونك نديرو لا مارغارين مع الشوكولا يذوبوا في لو بان ماري، نخليهم يتخلطوا مع بعضهم. دوك اون فا بريباري لا بريباراسيون ديالنا. عندنا 3 حبات بيض. الوغ البيض ديالكم لازم يكون كبير، ولا حبيتو توزنوا لازم لكم 150 غرام. حبات بيض، نزيدو لو سكر، الوغ راح نديرو 4 مغارف يكونو كبار تاع السكر، حتى 5 مغارف، سا ديبون يعني الكمية تاع الكاكاو في لو شوكولا ديالكم. دوك نفهمكم علاش، أنا استعملت دو شوكولا 65%. دونك هنا 65% معنتها هي كمية الكاكاو بارابور للسكر. كل ما كان يعني هنا لو شيفر تاع البورسنتاج تاع الكاكاو طالع، كل ما السكر لازم تزيدولو باش ما يجيكمش لو غاتو تاعكم مر. كاين اللي يحبوا يعني لي غاتو شويه مرين، وكاين ما يحبوش يحبوا حاجه سكري. الوغ دوك البيض مع السكر، الوغ لاسوس تاع لو غاتو شوكولا هذا ما لازمش تطلعوهم بزاف، جوست اون فا جوست ميلونجي، وفي نفس الوقت نعس هنا الشوكولا اللي درتها مع الزبده باش دوبلي. فوالا نحركها من داك اي جو في فويتي لو سكر مع البيض. يعني سي با لا بين دو بلانشير، ما كان لا تبيضوا هذا الخليط. لو غاتو شوكولا تاع لي تورك يعني شويه مختلف على هذه الطريقه، بصح انا نحب نديرها بهذه لا فاسون. فوالا كما قلت لكم كي يكون لو شوكولا اشي يسهل عليكم رابيدمون. فوالا كما راكم تشوفوا راه داب، مازال ان بيتي مورسو. دونك هذا الخليط اللي فيه شوكولا وزبده راح نزيدو الخليط تاع البيض والسكر.
كي نكمل نخلط. طريقة سهلة تقدروا ديروها مع الدراري الصغار. واش بقى لي دوكا؟ مازال لي لا فارين. الوغ الفرينة ما حاش ندير بزاف، ندير زوج مغارف في برك ونصفيها يكونوا معمرين. Et je vais mélanger. Alors, praline de l'homme. نحطهم دوكا في ليمون تاولي. الوغ ليمون باش يطيبوا لهادي لي كاطو شوكولا تقدروا تستعملوا هادو ماون انيوميوم. واش تقدروا ديروا لهم؟ عندي هنا شويه زبده دوبتها جوست ان تي بو، جيفي بادي جوني كامل لو غوبلي ديالي. نزيد ندي شويه سكر، نحط السكر على الانتيريور. الوغ هنا تقدروا ديروا فارينه بيان سور، بصح السكر راح يقعد يقرمش من برا، راح يعطي اون جولي كولور فوق لو شوكولا. سكي بيان مع هاد لي كاتو شوكولا سي كو تقدروا ديروهم الافونس، تخليهم في الثلاجه ما طيبوهمش، ولا كاريمون ديروهم في الكونجيلاتور يعني في لو فريزور الفوق. وكي تجيكم ضيافة على غيلة ولا حبيتوا ديروا ان غوتي بور لي زونفون تجبدوهم وطيبوهم. والوقت ديالهم تاع الطهي ماشي طويل بزاف، ولا حبيتوهم يكونوا كوم دي كولون شوكولا يعني كي تقسموا هكا بالمغرفه يسيل على الداخل، خلوهم 8 دقائق درجة الحرارة 210. ولا حبيتو يكونوا طايبين، كاين لي جون ما يحبوهمش هكداك، زيدوا لهم جوسكا يعني 10 دقائق ابوبخي. انا بوغ لو بيتي ديجوني نخليهم حتى الدقيقة الأخيرة باش نطيبهم. فوالا، ما بقى لي إلا نفرغ لا بريباراسيون ديالي. دوك نديرهم في الثلاجة ونطيبهم على الدانيير مينيت. دوك نوجد لوملات ديالي، من بعد نزيد ندير القهوة الملقمة والشاي التركي. Thank you.
قلت لكم في بداية الحصة، فطور صباح التركي غني جدا، يأكلوا بزاف الخضار، يأكلوا المملحات، ويأكلوا تانيك حاجة حلوة، يعني الفطور تاعهم يكون كامل، ويقدروا مما ما يفطروش، يشد لهم كامل لاجوني. هذا الفطور متكون من مقبلة متكونة من الخضار ويعني الجبن. الطبق الرئيسي راح يكون لوملات وليجيوم، يعني البيض بالخضار والشاي، والتحلية راح تكون الجاتو والشوكولا مع القهوة الملقمة. يعني كملت التزيين تاع لي زاسيت ديالي، نخلي لكم مع لاسيوس باي ماي تشوفوا كيفاش نبليو لي طورشون. لحقت الوقت باش نطيب لي غاتو وشوكولات ديالي اللي قلت لكم خليتهم في الثلاجة. نخليهم يطيبوا لمدة 8 دقائق، ولا حبيتوهم يكونوا بيان طايبين الداخل تقدروا تزيدوا لهم 2 مينوت. كما راكم تشوفوا لي غاتو ديالي بعد ما طابو زينتهم. الحصه تاع اليوم ديتكم لا تركي، نتلاقاو في حصه واحده اخرى تاع زين الميدا. مع السلامه.